رمضان الفرق الشعبية بتخسر، بداية كده من المصري بيخسر من زد اللي بلا جماهير في برج العرب، النادي الأهلي بيخسر من البنك الأهلي بنتيجة تقيلة جدا بعد أيام قليلة من انتصاره وفوزه بكأس مصر، والزمالك بيروح يصيف الجونة وبيتغلب بنتيجة غريبة جدا بعد ما كان متقدم 2-1، والأهلي كان متقدم أيضا 1-0 وبعد كده 2-1 وبعد كده 3، وضع كان غريب جدا جدا النهاردة للفرق الشعبية. طيب الناس زعلت مننا ما قلنا الأهلي سيء للغاية، نادي الأهلي سيء للغاية، يعني في مباراة الزمالك كان سيء للغاية وكان بيلعب فريق سيء، يعني الزمالك أيضا لم يكن مقنعا يعني في ماتش الكاس، لكن كان أكثر سيطرة بلا فاعلية حقيقية يعني، لكن على أرض الواقع الأهلي كان سيء والزمالك يعني أقل سوءا من وفي النهاية الأهلي كسب كاس مصر. النهاردة الفريقين اتكشفوا، النهاردة جوميز بعد ما قلنا فيه تحسن في المستوى وتحسن في المناطق الدفاعية والاستخلاص الكورة، النهاردة نادي الزمالك بلا أي تمركز، ونادي الزمالك في الهجمات المرتدة اللعيبة بتكسل لها ترجع، معظمهم لعيبة حريفة زي شيكابالا زي أحمد حمدي زي ناصر ماهر، لعيبة حريفة ما بتدافعش، وبالتالي الفريق كان مباح، الزمالك كان مباح لان الفرق تروح ان الجونه تروح له في المنطقه بتاعته، وطبعا الزمالك كان كسبان 2-1 وما عندوش مشكله، كان من المفترض ان يكون في تغييرات دفاعيه، ان الزمالك يتمركز في نص ملعبه يلعب على الهجمه المرتده، لكن الزمالك يعني فاتح مساحاته. النهارده الجون الزمالك اللي جه فيه الجون الثالث 4 رايحين على 1، يعني ايه 4 رايحين على 1؟ يعني الزمالك مش مركز خالص، يعني لعبته مش بتنفذ اي تعليمات، يعني لعبته مش بتلتزم باماكنها، يعني المدرب صباح الفل قولا واحدا، ان الهدف بالذات الثالث اللي تم احرازه في مرمى نادي الزمالك، رايح الزمالك كله راح يهاجم وساب المناطق الدفاعيه تماما، واللعيبه عايزه ما الكره تكون في رجليها تتحرك، اما تفقد الكره ده بيعتمد على ده وده بيعتمد على ده وده بيعتمد على ده وده بيعتمد على ده، هتلاقي 4 رايحين على مرمى محمد صبحي، زي برضو الهدف الاولاني اللي جه من خطا مشترك بين محمد اشرف ومحمود علاء، يعني حاجه تضحك من نص الملعب يروح انفراد بالمرمى ويحرز هدف في محمد صبحي، اهداف كارثيه في مرمى نادي الاهلي بيدل على عدم التزام دفاعي تماما تماما تماما، وده اللي قلناه ان القايمه اللي جابها او اللعيبه الجدد اللي جابها نادي الزمالك كلهم لعيبه حريفه وفي نفس المكان، يمكن الوحيد اللي لسه ما بانش والمفروض يكون مؤثر هو زياد كمال اللي هو من ساعه ما جه مصاب واللي هو اساسا اصاباته كتيره، طبعا اتعمل له عقد غريب وعجيب ب 30 مليون جنيه ومن حق ام بي يبيعه بعد بكره وحاجات غريبه كده يعني، لكن في النهايه لعيب ما بيلعبش مع ام بي كتير لان اصاباته كتير، ففي النهايه لكن لعيب مهم في نص الملعب رقم 6 قاطع للكرات، ناصر ماهر لعيب حريف، عبد الله سعيد لعيب حريف، احمد حمدي لعيب حريف، كلهم شيكابالا لعيب حريف، كلهم لعيبه ما بتدافعش. نروح بقى لمنتخب مصر، ده منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب جنوب افريقيا ومنتخب مالي، منتخب مصر بيخسر قدام البنك الاهلي بعد ايام قليله من اعلان القايمه اللي بتضم تقريبا 10 لعيبه، غير اللعيبه بقى اللي هم بيلعبوا في مالي وفي تونس وفي لعيبه دوليه كلهم، ولا لاعب في البنك الاهلي في منتخب مصر، مفيش ولا لاعب في منتخب مصر. النهارده الزمالك مفيش ولا لاعب في منتخب مصر، حتى عواد الوحيد اللي اتاخد كان قاعد على الدكه. فالنهارده منتخب مصر بيخسر من البنك الاهلي في فضيحه دفاعيه، يعني النادي الاهلي يكون متقدم 1-0 بعد كده البنك الاهلي يتعادل، فالنادي الاهلي يجيب 2-1 فالبنك الاهلي يتعادل، فالنادي الاهلي يجيب 3-2 فالبنك الاهلي يتعادل، ويجيب كمان القاضيه بقى، القاضيه يعني بعد ايام قليله من شوف سبحان الله اللي بيتريق على الزمالك واللي بيتريق على الاهلي واللي بيتريقوا على المناطق الدفاعيه، ما
امبارح كنت مع كابتن سيف، قال لك شخصيه النادي الاهلي انه بيعرف يكسب عشان لما كسب الزمالك. قلت له سيبك من الشخصيه دلوقتي والقاعده، الاهلي سيء، الاهلي وحش في الملعب، الاهلي تمركزه خطا، الزمالك ما كانش عنده الجرأه اللي موجوده عند البنك الاهلي. النهارده البنك الاهلي جريء وبيروح وبيهاجم، نص الملعب الاهلي سيء، النهارده الدفاع يتحمل جزء، النهارده مصطفى شوبير يتحمل جزء، اكيد كان منتشي ومبسوط بالمستوى اللي قدمه امام عاشور. فين نص ملعب النادي الاهلي؟ مجدي قفشه لعب النهارده. فانا بقول لكم النهارده منتخب مصر خسر من البنك الاهلي، ربنا يكون في عون حسام حسن، هنلعب نيوزيلندا وبعد كده ممكن نلعب كرواتيا او تونس، والاقرب تكون كرواتيا، ولو كسبنا نيوزيلندا اساسا، نيوزيلندا هي فرقه يعني في الرجبي جامده جدا على مستوى العالم، لكن فرقه تقيله ورخمه برضو كمنتخب كره القدم، لان مستوى اللياقه البدنيه بتاعهم عالي جدا جدا جدا. فمنتخب مصر هل هيكون مهلهل بالدرجه دي؟ النهارده شفنا 10 لعيبه، شفنا النهارده محمد الشامي في المصري، يعني ده منتخب مصر برضو. كل الفرق الشعبية خسرت، ودي كارثة يا جماعة ان كل الفرق الشعبية خسرت النهاردة، وكل الفرق اللي بلا جماهير هي اللي كسبت. لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايلك. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. الكابتن خالد الغندور بيتكلم على خساره النادي الاهلي والزمالك والمصري من زد والبنك الاهلي والجونه، الفرق بلا جماهير. والنهارده عايزين نعلق بس على هو النادي الزمالك، بصراحه مدربه على الله حكايته، اللعيبه كلها بتعتمد على بعضهم. وانا كنت عايز اذكر بس الكره اللي طلع عبد الله سعيد من على خط المرمى علشان نقول ان الجونه كان المفروض يكسب 4، ليه؟ ان النادي الزمالك هجوم عشوائي، هجوم بلا يعني، اللعيبه اللي بتلعب واللعيبه اللي بتهاجم واللعيبه اللي بتدافع واللي بيدافع يدافع واللي بيهاجم بيهاجم، ده يثبت لك ان مفيش شخصيه مدرب. والنادي الاهلي كابتن خالد الغندور بيحط كده حته على طرف المعلقه ويحط السم في العسل ويقول لك منتخب مصر يهزم من البنك الاهلي برباعيه، ودفاع منتخب مصر ودخل منتخب مصر في الموضوع علشان خاطر حسام حسن واخد 10 من النادي الاهلي. يبقى اسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي يا خواجه.